مجلس النواب الأمريكي يؤيد عزل ترامب والشيوخ يستعد للقرار النهائي. تسليح الحرس الوطني بكثافة حول مبنى الكونغرس أثناء انعقاد الجلسة. بايدن يهنئ المسيحيين الأرثوذكس في العالم بعيد الميلاد المجيد. تجربة مصري في أمريكا يتلقى الجرعة الكاملة من فاكسين فايزر الأمريكي. النائب العام يأمر بالطعن على براءة المتهمين في قضية سيدة الكرم وتوكيل محامي جديد لها. المساومة إخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث قرية البرشة بالمنيا. تعرف على آخر المستجدات في شؤون قوانين الهجرة وقضايا اللجوء بأمريكا. خروج الأنبا تدرس مطران بورسعيد من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا. سلاما لأهل القبط وسلاما لأهل مصر، برحب بحضراتكم في حلقة النهاردة من برنامج الحرية والحدث على شاشة قناة الحرية. حلقة النهاردة هي زاخمة بالأخبار السياسية وبالأخص الوضع المستجد في الشؤون الأمريكية الذي تشهده أمريكا لأول مرة، لأن أمريكا تشهد هذه الفترة وبالأخص في شهر يناير أمور متعددة، منها اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير الماضي، ثم إعلان بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رسميا، ثم إجراءات مجلس النواب في عزل الرئيس ترامب برغم أنه باقي له ساعات قليلة على انتهاء ولايته، ثم إعلان ترامب أنه لن يقوم بالمشاركة في المراسم الخاصة أو البروتوكول الخاص بتسليم السلطة لبايدن، ده حتى يعني إشعار آخر ربما يغير رأيه. وأيضا الانتظار من مجلس الشيوخ لعزل ترامب بشكل أو بصفة تامة نهائية، ثم اتجاهات البعض من الديمقراطيين في محاكمة ترامب على واقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي. طبعا الأمور مستجدة، ولكن الصورة التي يعني شهدت رواج كبير في الأوساط السياسية خلال الأيام الماضية هي صورة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أو الكونغرس الأمريكي، وطبعا أحد الوجوه المعلومة عن حزب الديمقراطيين، وهي تعلن توقيع وتصويت بنسبة 232 عضو بمجلس النواب كأغلبية على قرار عزل ترامب أمام 197 صوت كانوا رافضين لقرار العزل، حيث أيد مجلس النواب الأمريكي عزل الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب بعد جلسة تصويت تم إجراءها مساء الأربعاء الماضي لتتم إحالة ملف محاكمة ترامب السياسية وعزله إلى مجلس الشيوخ، اللي هو لم يحدد معاده حتى الآن، يعني بيضوية، ما يعني إمكانية اتخاذ قرار نهائي بعد انتهاء ولاية ترامب. يعني الحقيقة أمر غريب جدا أن يتخذ أمر عزل ترامب أو قرار عزل ترامب وتأييده من مجلس الشيوخ أو عدم تأييده، يعني فكرة القرار نفسه في حالة ترامب للعزل أو لا هتأتي بعد انتهاء مدة ترامب نفسها، ولكن أمر هم عايزين يعني يوسموا سمعة أو وجه ترامب بالشكل السيء تاريخيا، عشان لو حب أن هو يعيد المحاولة مرة أخرى في انتخابات 2024 كما وعد أنصاره، يكون يعني مأخوذ عليه وليس يؤخذ له. يعني بحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن عملية العزل الشاملة المنصوص عليها في الدستور بسيطة نسبيا، حيث إذا ارتكب رئيس دولة جريمة كبرى أو جنحة فيحال الأمر إلى مجلس النواب ليصوت للعزل ثم يتم إقراره من مجلس الشيوخ، وهذا أمر ربما ينطبق على الرئيس دونالد ترامب. المشهد شوية هنتكلم في تفاصيله مع أحد أعضاء الحزب الجمهوري الذي أيضا ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب. يشرفنا يكون معنا الأستاذ مينا إيميل، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي في ولاية كاليفورنيا. مساء الخير يا أستاذ مينا. مساء الخير يا أستاذ فادي. أهلا بحضرتك يا فندم في برنامج الحرية والحدث على شاشة قناة الحرية. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فادي وشكرا لاستضافتك.
أستاذ مينا، أنت قاري للمشهد جيدا ومتابع يعني أون تايم كل الأبديتس الخاصة بالنيوز اللي بتصدر عن الكونجرس الأمريكي ومجلس النواب والتوجه في عزل ترامب، والأمر ربما ينتظر مجلس الشيوخ في جلسته القادمة التي لم يحدد حتى الآن موعدها. فعايزك توضح لنا بس وتقرأ لنا المشهد عن قرب أكتر، وتقول لنا هل فعلا هل هناك إصرار في تشويه صورة ترامب وعزله من قبل الديمقراطيين، ولا الأمر ربما مرتبط فعلا بالدستور الأمريكي إذا وقع ترامب في خطأ ويجب محاكمته؟ طيب، هو يعني لو نبدأ من الأول كده، من أول ما الوضع بدأ يبقى شائك أكتر من هو شائك أصلا، يوم 6 يناير طبعا بعد أحداث الكونغرس والاقتحام الكابيتول هيل من ناس مؤيدين لترامب، اللي حصل إن الكونغرس طلب إن هو يعمل جلسة لعزل ترامب أو يعملوا الامبيتشمنت. في تاريخ أمريكا دي أول مرة رئيس أمريكي يتعرض للإمبيتشمنت مرتين، دي حاجة صعبة جدا. وفي نفس الوقت كان هو نهاية 2019 كان في محاولة لعزله من قبل برضه نانسي بيلوسي وفشلت لما مجلس الشيوخ رفض التصديق على قرار عزل ترامب. أنا بس بذكر المشاهدين بالأحداث ديت لخلفية علاقة ترامب السيئة مع رئيس أعتقد أوكرانيا بناء على يعني اتصالات هاتفية ما بينهم، وكان هناك توجه من قبل مجلس النواب لعزل ترامب، ولكن مجلس الشيوخ لم يقر أو لم يوافق على ذلك، فتم إيقاف هذه الفرصة يعني التي كان ينوي ليها الديمقراطيين. تفضل يا أستاذ مينا كمل. بالظبط زي ما حضرتك كده ذكرت، اللي حصل ان هو الكونجرس انعقد وتم التصديق على بداية قرار عزله. طبعا دي لأول مرة الحكومة الأمريكية تخلص حاجة أو تاخد في قرار حاجة في خلال يوم. وطبعا بيلوسي ونانسي بيلوسي لازم نعترف إن هي ما بتحبش ترامب على الإطلاق، ما بتحبش الحزب الجمهوري، وهي من القوى السياسية العظمى في أمريكا. نعم، فدي حاجة لازم نعترف بيها، يعني هي ثالث قوة عظمى في أمريكا بعد الرئيس ونائب الرئيس، فهي الثالثة. نعم، بعد ما هي بعد موافقة طبعا 10 نواب من الحزب الجمهوري، قرر الكونجرس إن هو يبدأ العملية بتاعة الإمبيتشمنت، ودي شكلت مشكلة دستورية إلى حد كبير. طلبت من رئيس الحزب الجمهوري اللي هو ميتش ماكونيل إن هو يعمل جلسة عاجلة للكونجرس لمحاكمة ترامب. فامبارح حوالي الساعة 2 الظهر كده في كاليفورنيا، طبعا ميتش ماكونيل رفض إن هو يعمل جلسة عاجلة، لكن ما رفضش الجلسة رفض تاني. طيب، فهو الجلسة دي دلوقتي الوضع من المقرر ان هي تحدد بعد انتهاء مدة ترامب اللي هو يوم 20 يناير، طبعا اعتقد لان باقي الكونجرس ايام هيتغير قليلة يعني. بالظبط، وهو فاضل ايام. للاسف في يعني محاوله ممنهجه لتشويه صوره ترامب، مش من الاسبوع اللي فات بس، يمكن من اول 2016، من اول ما تم اختياره بعد 8 سنين تحت حكم اوباما. بس لو حضرتك تفكر ليه ترامب هو العقبه في طريق الديمقراطيين في خلال الثمان سنين اللي حصل، اللي كان اوباما بيحكم فيهم امريكا. ترامب، اختيار ترامب في 2016 كانت مفاجاه كبيره قوي للحزب الديمقراطي. نعم، ومن اول يوم في انتخابه او اعلان طبعا انتصار ترامب في الانتخابات، بدا الحزب الديمقراطي يشوف ايه مشاكل ترامب، بداوا ان هم يتكلموا عن الضرائب بتاعته ما نجحوش، بداوا يربطوا الكامبين بتاعته يعني بسباينج او تصنت من دول تانية ما نجحوش. ترامب للاسف بالنسبه لهم كان اللي هيهدم كل احلامهم، زي احلام التوسع في الشرق الاوسط. طبعا من الحاجات الكويسه جدا اللي عملها ترامب اللي هو سحب معظم الجنود الامريكان او نسبه كبيره جدا منهم من الشرق الاوسط، من سوريا، من العراق، من افغانستان، ده حقيقي. ودي حاجه مش كويسه بس في صالحنا كمصريين او في صالح الشرق الاوسط، في صالح الامريكان. يعني لما يبقى عندك الاف الجنود طبعا الامريكان عايشين في الشرق الاوسط في بلاد ممكن يكون فيها ارهاب او كده، حياتهم معرضه للخطر. نعم، هو رجعهم لبيوتهم بامان وبسلام، وهو راجل بيسعى للسلام، واعتقد
ان اي حد من الحزب الجمهوري او الديمقراطي مش هيختلف ان ترامب كان بيحاول يصنع سلام في العالم كله. هو الحقيقه اللي مخلي برضو عشان النظريه ديت مهمه جدا يا استاذ مينا، اللي مخلي مصريين كتير قوي مؤيدين لترامب ومتعاطفين معاه ان سياسه ترامب يعني مش هي مصر اصلها تعتبر رمانه الميزان في الشرق الاوسط. يعني اذا استقرت مصر استقر الشرق. الناس متعاطفه معاه لانه فعلا فرض بصمه سلام وهدوء واستقرار في المنطقه عن اي رئيس سابق ليه، بالذات الديمقراطيين امثال اوباما او غيره. المنطقه الشرق الاوسط اشتعلت جدا في الفتره اللي هي ما قبل ترامب، وبالتالي لما جه الراجل بدا يتخذ سياسه هادئه ومصالحات وتوافقات. حتى احنا شاهدنا في الايام الاخيره اللي هي الفاتت ديت المصالحه الخليجيه اللي كانت برعايه ترامب وجوز بنته كوتشر جاريد كيشنر، وايضا قبليها التطبيع اللي تم ما بين اسرائيل والبحرين والامارات و يعني المغرب في عمليه هدوء ومصالحات. احنا يعني بصرف النظر متفقين او مختلفين مع هؤلاء، لكن الراجل بيحاول يفرض عمليه سلام في المنطقه التي اشتعلت خلال فتره حكم اوباما او الديمقراطيين. وبالتالي احنا مش بنتكلم في حاجه، يمكن الراجل ليه اخطاء، طبعا ليه اخطاء، وهو في البدايه وفي النهايه بزنس مان، يعني هو مش بوليتكس مان، يعني برضه تفكيره وسياسته ربما ما تكونش متوافقه مع سياسيين كتير قوي من ضمنهم ناس في الحزب الجمهوري، من ضمنهم العشرة اللي صوتوا لعزل ترامب من الحزب الجمهوري في الجلسه اللي فاتت بتاعت مجلس النواب، لان هو مش سياسي فربما يتعارض معهم. لكن الراجل توجهه ايه بقى؟ توجهه داعي للسلام وليس لفرض حروب ونزاعات وانقسامات. وبالتالي مصر تأثرت إيجابيا في الفترة بتاعت حكم ترامب، ويأملوا رغم التخوفات كبيرة قوي من بايدن، لكن يأملوا أن بايدن يحظو نفس حظو ترامب في سياسته تجاه منطقة الشرق الأوسط. أعتقد حضرتك متفق معايا في اللي أنا بقوله. هو طبعا أستاذ سادي زي ما حضرتك بتقول، كل رئيس بيتم انتخابه في أمريكا بيبقى ليه أجندة سياسية معينة بينفذها أو ما بينفذهاش. من الحاجات الكويسة اللي عملها ترامب في الفترة اللي هو قاعد فيها في البيت الأبيض إن هو تقريبا يعني أكتر من 95% من الحاجات اللي هو قال عليها نفذها، ودي حاجة بتحسب ليه طبعا، لأن قلما ما تلاقي رئيس بينفذ كل حاجة بيقولها. لو حضرتك هتتكلم عن مصر كمان، وهو علاقته كويسة جدا بالرئيس السيسي لأن أهدافهم واحدة، الاتنين بيدعوا للسلام، الاتنين ضد الإرهاب في الشرق الأوسط، فالاتنين أهدافهم واحدة. الاتجاه بتاع الرئيس ترامب إن هو يعيش شعب الأمريكي في سلام ورخاء. الاتجاه بتاع الحزب الديمقراطي التوسع في الشرق الأوسط ونشر الجنود في الشرق الأوسط. المشكلة هنا يعني المشكلة الدستورية اللي حصلت دلوقتي إن نانسي بيلوسي، ويعني هي يعني فاجئتنا إن هي أخذت قرار وجمعت الكونجرس في يوم وبقى لها اسابيع مش عايزه تمضي مثلا الاستيميليت تشيكس. فطبعا كان في اصراع وفي منهجه ايذر من نانسي بيلوسي من تويتر. انت على فكره معلش، بس انت ما بين السطور في كلام بتقوله، انا هوضحه عشان المشاهد برضه توصل له الرساله. احنا برضه يعني مش هنعتمد بس على الناس اللي بتقرا ما بين السطور. حضرتك فيما تقوله ان نانسي بيلوسي خلال اسابيع قعدت تأجل في مواضيع الموافقة على قرارات الإعانة الحكومية للشعب الأمريكي، لكن في ساعات قليلة بدأت تجمع المجلس النواب عشان بس تاخد قرار يرضي يعني غرورها شوية تجاه ترامب في عزله. فما بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة بتظهر يعني إيه الأداء الخاص برئيسة الكونجرس اللي حضرتك وصفتها الشخصية الثالثة السياسية الأهم في أمريكا، you know؟ مظبوط. فهي اخذت القرار في يوم، بس يعني اللي هي بتعمله يعني ترامب يوم 6 يناير بعد اقتحام الكابيتول قال ان هو خلاص، قال ان في اداره جديده هتستلم البيت الابيض يوم 20، وده يعتبر اعتراف منه ان هو هيسيب طبعًا البيت الابيض. ده على قد ما نفهم طبعا، ما حدش يعرف هو بيفكر ازاي، بس ده يعتبر اعتراف منه ان هو اعترف بان اداره جديده هتدخل البيت الابيض يوم 20.
طيب بعد كده معلش، تفسيرك ايه للتصريح اللي قاله ترامب ان هو مش هيسلم السلطه بنفسه او مش هيشارك في بروتوكول تسليم السلطه كما كان معتاد لرؤساء امريكا، ان هو مثلا رئيس امريكي بيشارك هو وزوجته على سلالم البيت الابيض في استقبال الرئيس الجديد وهو خارج من عربيته، وحتى بيقدم له ساعات هديه لايك كومبليمو كده شيك، وياخدوا صوره تذكاريه تسليم سلطه بشكل بروتوكول. يعني هو قال مش هيشارك في ده، هل غير رايه؟ هل في مستجدات في هذا الشان؟ لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هو ما غيرش رأيه. البيت الأبيض أعلن الصبح إن ترامب هيغادر البيت الأبيض ليوم الأربع الصبح، وده يوم التنصيب بتاع بايدن، وهيروح يقعد في فلوريدا في بيته. و يعني الحاجة الثانية اللي حصلت تقريبا من ساعات إن في مكالمة حصلت بين مايك بينس وكاميلا هاريس، إن هو طلب هي تشارك في عمليات التأمين اللي في البيت الأبيض. زي ما حضرتك عارف إن بيقدر عدد الجنود اللي 11,000 هيبقوا في البيت الأبيض للتأمين هيبقى 21,000. 21,000 ده تعزز كمان، كان 11,000 من كام يوم، النهارده بقى 10,000 زيادة. بالظبط. فيعني حتى هو كان هياخد زي قطر كده يروح بيه، الفكرة دي اتلغت لدواعي أمنية، ودلوقتي 21 ده رقم كبير جدا. طبعا 21,000 جندي ده أكتر من عدد جنود الأمريكان في الشرق الأوسط، فلك أن تتخيل ده جزء كبير. كانوا يعني فين استهلاك كانوا فين طبعا. الاعداد دي وقت الاحتجاجات اللي حصلت بتاع جورج فلويد والانتهاكات اللي حصلت لممتلكات عامه وممتلكات خاصه واحداث الفوضى في البلد؟ ناس فاكره يعني شهر 4 وشهر 5 اللي فات كانت الوضع عامل ازاي في امريكا وعمليات السرقه والنهب. كان فين ال 21,000 دول حتى لو متوزعين على امريكا كلها في تامين البلاد؟ اشمعنى ظهروا النهارده في تامين البيت الابيض والكونجرس والمباني اللي هي اساسا فارغه، يعني ما فيهاش حد جوه دلوقتي؟ اللي عايز يعني طبعا مش عارف الحقيقة، قرار إضافة الحرس الوطني الأمريكي بهذه الأعداد بيدي انطباع يعني إن هناك أيادي أخرى غير الرئيس هي التي تتحكم في شؤون البلد. هو طبعا يعني تنصيب رئيس وإن رئيس يمشي من البيت الأبيض دي عملية مش سهلة، دي عملية محتاجة تأمين كبير. طبعا التأمين ده احنا عمرنا ما شفناه في أي حدث جوه أمريكا، العدد هايل. ده غير الولايات، يعني مثلا كاليفورنيا جيفن نوسم الجوفرنر بتاع كاليفورنيا اصدر امبارح قرار ان في 1000 جندي هينزلوا، والجنود دي مش جنود الجيش، يعني عشان نبقى واضحين اكتر، دول بيتدخلوا في حالات الزلزال، في حالات الفوضى، دول موجودين لاي حدوث اي شغب او اي مشكله. البلاد يا دول كانوا اكيد موجودين في ان بدايه هم بيبقوا البانديميك. دايما، انا اعتقد يا استاذ مينا ان هم دايما بيبقى ليهم مسمى اللي هو ناشونال جارد، ودول حتى شفنا دول منهم الناشونال جارد بالضبط بعض الاشخاص في الفتره اللي هي كان فيها اضطرابات بتاع جورج فلويد. طيب انا برضو في خلال كلام حضرتك، الاف بي اي حذر، مكتب الاف بي اي اللي هو مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي حذر من التخطيط لاحتجاجات مسلحه في العاصمه الامريكيه واشنطن دي سي خلال اليوم بتاع تنصيب بايدن رئيس لامريكا يوم 20 يناير. يعني هو اليوم ده بشكل او باخر، انا مش بنرعب الناس، احنا بنقول لهم خدوا حذركم، ربما يكون في الانتيفا او مجموعات اخرى تهدف الى ايجاد حاله يعني ازمه او افتعال مشكله او حاله يعني حاله غير مستقره في البلد تحديدا يوم 20 يناير، هو يوم تنصيب بايدن ومغادرة ترامب من البيت الأبيض. ده على حسب ما ذكرته شبكة الـ ABC نيوز الأمريكية عن المكتب الفيدرالي الأمريكي المعروف الـ FBI. طيب سؤالي الأخير ليك يا أستاذ مينا، هل ترى أن الفرصة لترامب في الترشح لـ 2024 قادر أن هو يعني يجتاحها بنجاح، ولا الذي يحدث الآن هو محاولة إماتة ترامب سياسيا أو محاولة إسقاطه تماما وعدم يعني استطاعته في المستقبل أن هو يعاد إلى المشهد السياسي مرة أخرى، فكرة العزل والمحاكمة والدور اللي بيقوم به الديمقراطيين في تشويه صورة ترامب؟ هل ترى أنه قادر أن يجتاح كل هذه المقاومات وينجح في انتخابات 2024 إذا خاضها؟ بص يا أستاذ فادي، الدستور الامريكي بينص ان لو الامبيتشمنت ده او القرار العزل تم وتوافق عليه، وده مش المرحله اللي احنا فيها، المرحله اللي احنا فيها ان هو الموافقه على محاكمته في الكونجرس،
طبعا من غير ادله ومن غير اي حاجه، بس لو القرار ده تم مش من حق الرئيس اللي يحصل له كده ان هو يتقلد اي وظيفه فيدراليه. تمام. فهو هيكون ممنوع من ان هو يترشح في 2024، ده الدستور الامريكي. ايه اللي هيحصل لو ده ما حصلش؟ هو ممكن من حقه يترشح في 2024، ده الدستور بيديله الحق في الترشح لانه هو اتعمل له امبيتشمنت قبل كده وهم ما نجحوش وهو ترشح ل 2020. لكن في حاله ان الامبيتشمنت ده يعني نظريه بيلوسي تسقط وما يحصلش او كل حاجه تمشي زي ما هي ويمشي بسلام لفلوريدا، ممكن طبعا من حقه الترشح، لكن للاسف لو مشي مش من حقه الترشح ل 2024، وده السبب الرئيسي اللي خلاهم يستعجلوا ان هم يبداوا الامبيتشمنت. محاولته للمشهد السياسي مره اخرى من خلال الانتخابات. لان هو بيعتبر الكابوس بتاع الحزب الديمقراطي ترامب. Yeah. لانه بيمثل الامريكان القدامى اللي هو لو تلاحظ في كلماته دايما يقول لك الباتريوتس. الامريكان القدامى. أيوة. طيب انا بشكرك. هم رفضوا الحكم البريطاني. بشكرك جدا لهذا التحليل والصوره المقربه من المشهد السياسي في امريكا على اخر المستجدات والاوضاع الحاليه، ونتمنى ان يجتاز الامريكان او الدوله الامريكيه كلها يوم 20 يناير بدون ازمات او اضطرابات او تخطيطات او 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 من حاجات. احنا كلنا بندعو الى السلام والهدوء، واذا كنا يعني قد جئنا من بلادنا بسبب النزاعات والحروب وعدم الاستقرار الأمني، فنتمنى في البلاد التي يعني نحن بها الآن أن تنعم بهذا الاستقرار وهذا السلام، وأن ينطبع هذا أيضا على بلادنا التي جئنا منها. أشكرك جدا أستاذ مينا إيميل، العضو بالحزب الجمهوري الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا. شكرا جدا لحضرتك. الحقيقة كان لازم أنبه للموضوع دوت، لأن في تحذير جه من السلطات الأمريكية عن إجراءات أمنية استثنائية. ده ربما هيكون شامل في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، ولكن هيؤثر بشكل أو بآخر على 50 ولاية الأخرى قبيل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن. عايزين نعرض بس شوية صور كده من أمام الكونغرس، مبنى الكابيتول الأمريكي، للحشود الخاصة بالحرس الوطني أو الناشنال جاردز اللي كانوا مصطفين، والعددهم كان في البداية 11,000 ثم تم تعزيز العدد إلى 21,000 عنصر مسلح من الحرس الوطني، وقاموا بتعليق حركة النقل في معظم أنحاء وسط المدينة الأمريكية واشنطن، وده يعتبر بمثابة منطقة حمراء يعني غاية الخطورة فيها. أفادت وسائل الإعلام بأن قرار غلق منتزه ناشونال مول اللي بيجمع آلاف الأماكن يعني الخاصة بالحفلات وغيره أمر غير مسبوق. وذكرت أيضا القنوات الأمريكية أنه تم تعزيز الأمن حول العاصمة على مستوى عالي، وتم تحصين المبنى الكونغرس اللي بيبلغ ارتفاعه 7 أقدام، وتم تغطية هذا الارتفاع بأسلاك شائكة، وخلفه مئات من رجال الحرس الوطني المسلحين. قال أيضا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI أنه أذى أعمال عنف محتملة خلال حملات احتجاجية من المفترض أن تنظم في الأيام القادمة في واشنطن دي سي وأمام مباني الهيئات التشريعية في كافة الولايات، وقد يشارك فيها مسلحون، فنحن بصدد هذا أو يعني مستعدين لمواجهة ذلك. شركات الطيران الأمريكية فرضت حظر نقل على الأسلحة المرخصة والموجودة في حقائب المسافرين المتجهين إلى واشنطن. يعني حتى لو معك سلاح مرخص ومسافر من أي ولاية لواشنطن بتمنع منك هذه الأسلحة في دخول الحقائب أثناء سفرك. يعني الأمور شوية مش سهلة، ونتمنى زي ما قلنا يوم 20 يناير يعدي على خير. آخر خبر خاص بهذا الشأن السياسي، زعيم الديمقراطيين في مجلس شيوخ شومر أعلن موافقته على مشروع قانون للأسف بتدريس المثلية الجنسية في المدارس الأمريكية. منهج المثلية الجنسية للأولاد في المدارس أمر خطير جدا، نحن كعرب أو كشرقيين لا نقبل به تماما من وجهة النظر المسيحية أو من طبعنا كشرقيين. يعني حتى إخواتنا المسلمين هنا في أمريكا أعتقد يرفضوا تعليم المثلية الجنسية في المدارس بالذات للأطفال الصغيرين يعني المراحل التمهيدية.
وكما ايضا زعم شومر ان المتحولين جنسيا هيتم السماح لهم في استخدامات عامه، منها مثلا الحمامات العامه يقوموا باستخدامها كما يرغبون. يعني لو ولد مثلي جنسي يقدر يستخدم حمام السيدات، والعكس صحيح، لو بنت مثليه جنسيه تقدر تستخدم حمام الرجاله بشكل طبيعي، ولا يتم منعهم من ذلك، كان في الأماكن العامة أو في حمامات المدارس أو في الجامعات. يعني بمعنى هي بما يعني مش سهل على فكرة، يعني عشان محدش يعتقد إيه يعني مش مشكلة دبليو سي، لا هي معناها إن هو بيديهم مساحات في الحرية والتعامل بشكل مطلق على العامة فور بابليك، وياخدوا صلاحيات إن هم ممكن يعني يتعاملوا بشكل طبيعي جدا في المجتمعات لدرجة يعني غير مسبوقة. وده اللي احنا كنا حذرنا منه قبل كده، ان الديمقراطيين بيعطوا للمثليين الجنسيين فرصة في التواغل في المجتمع الامريكي عشان يمتثل بيهم اخرين، وده خطر، خطر كبير جدا. الرئيس طبعا المنتظر يوم 20 يناير جو بايدن كان ارسل تهنئة للمسيحيين الارثوذكس في الولايات المتحدة الامريكية وحول العالم، بيؤكد ليهم بتهنئته بعيد الميلاد المجيد، وقال نعيد التأكيد على حق جميع الناس في ممارسة دينهم كما يختارون، والتزمنا بالوقوف مع الأقليات الدينية التي تواجه أحيانا التمييز والعنف على أمل عام جديد أفضل، وننضم إلى أخواتنا وأخواتنا الأرثوذكس في صلاة أمل من أجل السلام والعدالة وشفاء العالم أجمع. يعني تهنئة دبلوماسية رقيقة من جو بايدن إلى مسيحيين الأرثوذكس في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم. خلال الفترة الماضية أنا كنت برصد بشكل شخصي جدا ردود الأفعال على أصدقاء ليا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهم بينشروا صور ليهم في حصولهم على جرعات الفاكسين الخاصة بمضاد أو لقاحات فيروس كورونا، وفي ناس استطاعوا إن هم يحصلوا على الجرعة الأولى ومنتظرين الجرعة الثانية بعد 21 يوم، ده البروتوكول العلاجي المعلوم أو المعروف هنا في أمريكا، وفي ناس حصلوا على الجرعة كاملة بمرحلتها الأولى والثانية. لذلك حبيت إن أنا أشارك أحد هؤلاء الأصدقاء الذين حصلوا على الجرعة الكاملة من فاكسين فايزر الأمريكي، وعايزين ناخد معاه تجربة عشان حتى الناس اللي بتقول إن الفاكسين بيموت والفاكسين بيدي أعراض جانبية أو سايد إفكتس خطيرة جدا لحياة الإنسان، والفاكسين بيتم التحكم فيه في الإنسان من خلاله، كلام طبعا إشاعات كتيرة قوي بيتم تداولها، عشان ده للأسف بنسمعه من ناس المفروض متعلمة هنا في أمريكا، ولكن بيدي آثار سلبية أو انطباعات سلبية لبقية الناس المنتظرة هذا الفاكسين. معانا أحد الذين خاضوا هذه التجربة، الأستاذ مايكل إبراهيم، متخصص أشعة بمستشفيات كايزر الأمريكية، والذي حصل على الجرعة الكاملة من فاكسين فايزر الامريكي. مساء الخير يا استاذ مايكل. اهلا بيك يا فادي، واتمنى تكون بصحه جيده وكل اعزائك المشاهدين كويسين وبصحه كويسه يا رب. ونتمنى انت كمان تكون بصحه كويسه، بالذات بعد حصولك على الجرعه الكامله من الفاكسين. عايز اسالك صحتك اخبارها ايه، وهل هناك اي سايد افكتس او اعراض جانبيه انت بتشعر بيها حاليا؟ هو انا اخذت الجرعه الاولانيه يوم 19 ديسمبر، تمام، واخدت الجرعه الثانيه يوم 9 يوم يناير 9. الجرعه الاولانيه ما كانش في اي سايد افكت خالص، ما كانش في اي حاجه، رحت للشغل ثاني يوم ما كانش في اي مشاكل. الجرعه الثانيه خدتها يوم 9 يناير حوالي الساعه 2 الظهر، ما فيش حاجه حصلت لغايه ثاني يوم الصبح حوالي 9 الصبح، رعشه بسيطه، دراعي وجعني، وبعد كده حبه هيديك بس. كلها دي اعراض مؤقته راحت في خلال ساعتين ثلاثه، ومعايا ناس في الشغل تقريبا جالهم نفس الاعراض، وفي خلال ساعتين ثلاثه اعراض مؤقته وراحت وكله كويس. طيب يعني ربما الاعراض دي شبيهه كده شويه لاعراض الناس مثلا اللي بتاخد مضاد حيوي عالي مثلا هاي يعني هاي بيوتيك، يعني فبيحصل لهم شويه اعراض جانبيه تقترب الى الاعراض الخاصه ب الفاكسين اللي انت حصلت عليه، لكن مفيش اي اعراض خاصه مثلا بهبوط دوره دمويه، شد في الاعصاب، حاله عدم تركيز وعدم اتزان كما يدعي البعض يعني.
لا لا خالص خالص خالص. وكنت يعني اكشلي حضرتك ان جيلنا الاعراض المؤقته ديت، دي حاجه كويسه، معناها ان الفاكسين شغال، ومعناها ان الجسم بيحاول يفايت الفاكسين اللي دخل ويبلت الانتي بوديز للجسم، فدي حاجه كويسه، ده ساين كويس ان الاعراض الخفيفه دي اللي جت وراحت بسرعه معناها ان الجسم بيرياكت تو ذا فاكسين. طيب ممكن بس اسالك سؤال شويه يعني حساس، بس انا يعني مستبشر بيك ان تحت انت أمرك. ترد علينا بصراحه. يعني هل انت كان عندك رغبه للحصول على الفاكسين، ولا ده كان اجبارا من الهيئه او المؤسسه التي تعمل بها اللي هي مؤسسه كايزر؟ كما يعني اعلمنا جميعا ان الهيئات الصحيه والناس اللي بيشتغلوا في مجال الميديكال هم اول ناس هيحصلوا على الفاكسين، فهل انت حصلت لا عليه خالص، برغبتك ولا بإجبار او بتوجه من المستشفى التي تعمل بها؟ ما كانش إجبار خالص خالص خالص، ده كان اختياري، وكان بيجي لك ايميل ان انت لو عايز تاخد الفاكسين تملى الورق وتاخد الفاكسين، وده اللي حصل لي بالظبط، لاني وحصلت عليه انا مجانا. وحصلت عليه مجانا طبعا من الشغل بتاعي. تمام. وهو الفاكسين بيدوه يعني على تيرز، يعني واحد اثنين ثلاثة، فاحنا كنا من اكثر الناس اللي لينا الاولويه ان احنا ناخد الفاكسين، عشان احنا بنشوف كوفيد بيشنت ما بين 15 20 25 كوفيد بيشنت كل يوم، فكنا من اوائل الناس اللي هو لازم يدونا الفاكسين، وكان اختياري مش اجباري خالص. طيب انا على فكره بس قبل ما استكمل معاك حديث، انا بشكرك اللي انت عرضت تجربتك على يعني فور بابليك للناس على الفيسبوك او السوشيال ميديا، اللي انت بتحاول بشكل او باخر توضح لهم اللي انت بتخوض التجربه، وان انت يعني طبعا ما بعد ذلك يعني ما حصلكش اي اعراض كما ادعى البعض من وفيات بعد الشر او اعراض يعني جانبيه سيئه او ممتده او مزمنه كما ادعى البعض ايضا، وكانك طبعا بتتعامل معانا دلوقتي بحريه كامله ومطلقه، مفيش اي حد متحكم فيه كما ادعى البعض، لان نفس التجربه طبعا خدها طبعا بايدن، خدها بايدن، وبايدن يعتبر دلوقتي الرئيس الامريكي، فيعتبر هو مثل لكثيرين من الشعب الامريكي، خاض التجربه على الهواء هو وكمان والنائبه بتاعته في الحصول على الفاكسين كجرعه اولى بالنسبه له هو. يعني هو المشهد الان امامنا وهو يحصل على الجرعه الاولى من الفاكسين، ثم سينتظر 21 يوم ويحصل على الجرعة الأخرى. عايز أقول لك أنت ردود الأفعال اللي جات لك يا مايكل لما أنت عرضت هذه التجربة على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك كانت إيه؟ الناس كلها مؤيدة ولا في ناس كانت رافضة لهذه التجربة؟ حقيقي كان في ناس كتير كانوا خايفين من التجربه، زي ما انا بيرسونالي كنت خايف من التجربه في الاول، بس حاولت ان انا اعمل ريسيرش بسيط كده عشان اعرف ايه اللي ممكن يحصل. لقيت اني انا بيرسونالي شخصيا يعني في رايي اني اكون عندي اجسام مضاده للفاكسين بنسبه 95% احسن ما يكونش عندي اي حاجه برافو خالص، برافو ومعرض ان انا برافو. يجي لي يعني فكرة الفيروس. يا فكرة مقاومتك لجسم بدون فاكسين طبعا 0% قدام الفيروس، لكن لما يكون معاك فاكسين طبعا طبعا حتى لو صيني بنسبة 85%، حتى لو موديرنا بنسبة 95%، حتى لو فايزر بنسبة 100%، لكن أي نسبة هتكون أفضل من نتيجة صفر، اللي أنت دي مش حاصل حقيقي، على الفاكسين وممكن تبقى معرض للإصابة بالفيروس. دي حقيقي دي حقيقي. وزي ما قلت حضرتك ان انا الديبارتمنت بتاعتي في الشغل فيها حوالي اكثر من 50 واحد، وكلنا اجمعنا على نفس الراي ان هو ما نعتقدش ان في اي جهاز تحكم في الفاكسين او اي حاجه من دي خالص. هم يعني دي الحاجه الوحيده اللي نقدر في وقتنا الحالي ان احنا نقاوم بها انتشار المرض، لان طيب زي ما انت عارف انتشار المرض يعني سريع جدا، ودي جدا حاجه من الادوات اللي ممكن نقلل بيها انتشار المرض. جدا، وهاي افكتس موجوده هنا، طبعا اي انفكشنز موجوده هنا في كاليفورنيا تحديدا، يعني احنا عدينا ال 200 ال 2 مليون اصابه في تعداد شعب ب 40 مليون، يعني نسبه مش قليله خالص، ما طبعا بين طبعا يعني العدد مش هين. لكن سؤالي ليك الأوضح برضو يا مايكل علشان الناس عايزة تطمن، هل أنت لاحظت على أي أحد من زملائك في العمل في اللي حصلوا على الجرعة الكاملة من الفاكسين أي أعراض، في ظل إن في حد وده سجلته وكالات الأنباء الأمريكية حصل على الجرعة الأولى ثم أصيب بالفيروس بعدها ب7 أيام، فناس تخوفت وقالت طب ما هو كده الفيروس أو الفاكسين مش آمن، ويعني استبعدوا تماما فكرة ان ما حصلش على الجرعة كاملة بس مجرد ان هو حصل على المرحلة الاولى من الجرعة واصيب بعد ذلك، فهل في احتمالية للإصابة للفيروس بعد المرحلة الكاملة او التطعيم الكامل من الفاكسين، ولا
ربما تكون الخطورة ما زالت موجودة إذا حصل على الجرعة الأولى ومنتظر للجرعة الثانية. انا في رايي الشخصي ومن خلال الريسيرش انا عملته ان النسبه ضعيفه قوي ان انت يجي لك المرض بعد ما كملت جرعه، لان في خلال 7 ايام انت بتبقى فولي ساكسينيتد بعد السكند دوز، وجسمك بيبقى يعني فول اوف انتي بوديز توورد ذا فاكسين. والاف دي اي كمان قالت ان الفاكسين يا اكشلي ورك مع النيو سترين الفاكسين. تمام، فدي حاجه من الحاجات اللي طمنتني وخلتني لا انا محتاج اخد التكسين علشان سلامتي وسلامه الناس اللي حواليا. طيب انا في بس معلومه هعرضها على الساده المشاهدين بعد المداخله بتاعتك، خاصه بخبر لسه واصل حالا عن وفيات كورونا في العالم اقتربت من 2 مليون. طبعا انا يعني بعتذر عن التعليم او اعلامكم بهذه الاخبار المزعجه، لكن ده واجب علينا ان احنا نوصل لكم الصوره كامله. الامور الخاصه بالاشاعات اللي بتتداول يا استاذ مايكل، يعني ناس بتقول لك ان الفاكسين اعراضه او السايد افكتس بتاعته خطيره جدا بتؤدي الى الوفاه، وفي ناس طبعا عشان يعني يبعدوا التحقيق معاهم في هذه النظريه يقول لك الوفاه بتاتي بعد سنتين، مع ان يعني هم ما حصلوش على الفاكسين او حد من اوساطهم حصل على الفاكسين، لكن يقول لك ان الوفاه ربما تاتي بعد 2 من الحصول عليه. في ناس تانية تقول ان السايد افكتس بتاعته بتبقى اشد خطورة من الفيروس نفسه، بيجي مشاكل في العصب السابع، وفي ناس بيجي لهم التواح في الفم، وناس بيقول لك بتزداد درجة حرارتهم سخونة لفترات طويلة بتوصل للحمى او بتصل الى مرض الحمى، وفي ناس بتتكلم في اعراض شويه اخطر من كده منها توقف نبضات القلب، وفي ناس بتتكلم في توقف جهاز تنفسي، يعني كان بشكل او باخر الناس عايزه تصدر مشهد ان خطوره الاعراض الجانبيه بتاعت الفاكسين اكتر من خطوره الفيروس نفسه. فهل المعلومات دي صح؟ هل هناك فعلا خطوره من اي اعراض جانبيه تؤدي الى الوفاه اكثر من خطوره الفيروس نفسه؟ بص، عشان اكون واضح وصريح مع حضرتك، احنا طبعا محدش دلوقتي يعرف ان ايه هو اللونج تيرم افكت بتاع الفاكسين، يعني المدى البعيد بتاع الفاكسين ده حد ما يعرفوش دلوقتي. كل الاستاذ اللي بتطلع على الشورت تيرم افكت، وانا من خلال انا والديبارتمنت بتاعتي كلها في اكثر من 50 واحد، يمكن بس نسبه بسيطه هم اللي جالهم وجع في الدراع، رعشه بسيطه، وصداع، ودي كان كلها اعراض مؤقته وخلصت بعدها بساعتين ثلاثه. اكتر من كده انا حقيقي من تجربتي الشخصيه ما شفتش اي حاجه غير كده. اي دونت ثينك ان موضوع العصب السابع والكلام ده از ترو يعني، لكن من خلال تجربتي انا الاعراض اللي قلتها لحضرتك هي دي الوحيده اللي انا شفتها ما بيني وما بين زمايلي في الشغل. هي احد زميلاتها دكتوره في ايرفاين خدت الفاكسين كجرعه اولى وحصل لها شد في العصب السابع، لكن ده برضو خلال ساعات قليله راح. في ناس حصل لها سخونه في الجسم بسبب الحقنة وبرضو دي راحت بعد فترة. في ناس زي ما تقول جالها شلل موضوعي يعني محدد في المكان اللي حصل عليه الحقنة، ولكن برضو كل الأعراض دي بتنتهي بعد 6-8 ساعات، ما بتاخدش حتى يعني هول داي. بس بشكل أو بآخر يعني ما أعتقدش أن هذه الأعراض الجانبية ستمنع أي حد أن هو ياخد الفاكسين المقاوم لفيروس مميت يعني. لا طبعا، وبعدين اي حد يخش اي صيدليه يقرا اي علبه دواء هيلاقي عليها سايد افكتس اي علبه دواء، يقول لك ممنوع طبعاً. مثلا للحوامل، ممنوع لكبار السن، ممنوع لصغار السن، طب ممنوع مش عارف ايه، يحفظ في ايه. ففي اشتراطات معينه للفاكسينز، سوري، لاي دواء بيحصل عليه الانسان طبعاً للسايد افكتس بتاعته. اوكي طبعا، زي ما حضرتك عارف وكل يعني الساده المشاهدين عارفين ان الفيروس يعني مكون من الار ان اي ماسنجر بتاع الفيروس، فهو عمر ما الفاكسين لما تاخده هيغير الدي ان اي بتاعك او يعمل اي حاجه زي كده، دي من رابع المستحيلات. ممتاز. طيب السؤال الاخير بقى ليك يا مايكل، هل انت ترشح او تدفع او تحبذ للمتواجدين ويمكنهم الحصول على الفاكسين ان هم يحصلوا عليه، ولا يتجنبوه اذا كان متاح ليهم مثلا كهيئات صحيه او حتى في المستقبل؟ لان اعتقد الجدول الزمني في اتاحه الفاكسين لكل الناس في امريكا ماشي بمراحل، هتنتهي في شهر 6 2021 بان يكون كل الناس العايشه في امريكا حصلوا على الفاكسين وبشكل مجاني وبجرعاته الكاملة.
فهل انت بتشجع الناس ان هي تحصل عليه، ولا بس الناس اللي ربما بتبقى مقتربة من الخطر اللي هي في المجال اللي زي حضرتك مجال الطبي؟ انا برجح 100% اللي عنده امكانيه ان ياخد الفاكسين يجوهر وياخده على طول، لان زي ما قلت لحضرتك قبل كده لما تاخد الفاكسين هيبقى عندك يعني حتى لو بنسبه 95% versus 0% انت هتكون سيف اكتر لما تاخد الفاكسين، ودي حاجه من الحاجات اللي هتقلل الانتشار الفيروس وتخلينا نرجع للحياه الطبيعيه والدنيا تبقى احسن بكتير. فانا برجح سواء موديرنا سواء فايزر سواء اي فاكسين، لو عندك سورس ان انت تاخد الفاكسين انا طبعا برجح 100% تاخد الفاكسين عشان تحمي نفسك واللي حواليك. تمام، انا الحقيقه بشكرك جدا على نقل تجربتك الخاصه بالحصول على فاكسين فايزر الامريكي بشكل كامل بمرحلته الاولى والثانيه، وبرضو انا متفق معاك في تشجيعك للناس في الحصول عليه، لان نسبه 95 او 100% افضل من 0% في مواجهه الفيروس المنتشر واللي بينتشر بشكل رهيب جدا. شكرا ليك. انا اللي بشكرك يا استاذ فادي، واتمنى تكون مداخلتي معاك النهارده طمنت ناس كتير، واي اسئله ثانيه تحت امرك. اشكرك جدا وربنا يحفظك وان شاء الله تكون بخير، ويعني نتمنى ان شاء الله يعني ان يمنح هذا الفاكسين في القريب العاجل لكل الناس. انا اول الناس المتحمسين ان انا احصل عليه، واتمنى ان شاء الله يكون يعني دوت نهايه لكابوس المسمى فيروس كورونا على العالم كله، اللي منظمة الصحة العالمية نفسها أعلنت أن أعداد الوفيات اقتربت 2 مليون، وده للأسف رقم مش هين خالص علينا. شكرا جدا لحضرتك. هنتقل معكم لشأن داخل مصر، لأن خلال أيضا الأسبوع الماضي اللي احنا بنغطي أحداثه صدر قرار هام جدا من النائب العام حمادة الصاوي بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية تعرية سيدة الكرم السيدة سعاد ثابت. طبعا هذا الحكم كان بناء على احتجاجات واسعة طبعا كلها سلمية، لكن من الأباط وانزعاجهم الشديد في براءة جميع المتهمين في قضية تعريتها التي انتظرنا أن يحكم القضاء المصري بالعدل لمدة 4 سنين، ولكن القاضي في جنايات أبو رقاص بهذا القرار الذي صدمنا جميعا. وفي خلال ساعات أصدر حمادة الصاوي النائب العام إعادة التحقيق في حيثيات هذا الحكم الذي صدر، وخلال أيضا ساعات ماضية أقرر النائب العام بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين الثلاثة نظير إسحاق ووالده وأخوه، ونظير إسحاق ده مش مسيحي، عشان للأسف لما عرضنا الموضوع للرأي العام على صفحاتنا لقينا أن في إخوة مسلمين معتقدين أن الاسم ده لشخص مسيحي، أمر لا يعقل يعني، لكن لا، هو شخص مسلم اسمه نظير إسحاق أحمد مصطفى، وهو ووالده وأخوه الثلاث المتهمين الرئيسيين في هتك عرض سيدة الكرم سعاد ثابت. وفي نفس الوقت أصدرت سيدة سعاد ثابت قرار ب إلغاء جميع التوكيلات التي منحت للمحامين الذين عملوا في هذه القضية، وعملت أو حررت توكيل جديد للمستشار القانوني الأستاذ يوسف أديب، هو المحامي الحالي لسيدة الكرم، أسف شريف أديب هو المحامي الحالي لسيدة الكرم رسميا، وهو المطلع والملم باخر الاوضاع، لذلك هو معنا ويشرفنا على الهواء في شاشه قناه الحريه. مساء الخير يا معالي المستشار، ازاي حضرتك؟ اهلا يا استاذ فادي. استاذ شريف، انا حابب اعرف منك منذ ان منحت السيده سعاد ثابت لحضرتك توكيل ب قضيه المعلومة لجميع قضية سيدة الكرم، والدور اللي انت هتقوم به خلال الفترة القادمة في رد حق هذه السيدة الكريمة. لا، هو انا عايز بس اكون يعني واضح في ان محكمة الجنايات اصدرت حكمها يوم 17/12. نعم. في معاد للطعن بالنقض 60 يوم، المستشار النائب العام قرر يعني اخطر المكتب الفني، كلف المكتب الفني للنائب العام بدراسه الاسباب عشان الطعن بالنقض، لان الشق الجنائي من اختصاص النيابه العامه في الطعن بالنقض. دفاع السيده سعاد بيقوم بالطعن في الشق التعويض المدني، اما بيقضى بنقض الحكم بعد كده والتصدي للموضوع ساعتها بترجع القضية للحالة اللي كانت عليها قبل الحكم، وبما ترفع في
فيها امام محكمه الجنايات اللي هي بتبقى محكمه النقض ساعتها، لان هي بتتصدى في حاله نقض الحكم. احنا ما زلنا في اجراء في فتره التحضير دلوقتي، لان احنا لسه خلال ال 60 يوم اللي القانون حددهم علشان مده الطعن بالنقض على الاحكام الجنائيه. طيب حضرتك شايف ان الامر بعد الطعن الذي او الامر الذي امر به حماده الصاوي النائب العام بالطعن في الحكم الذي صدر، هل هناك بارقه امل في عوده حق هذه السيده ولا ده امر روتيني بس؟ شوف انا يعني انا مش عايز اسبق الاحداث، احنا يعني هذا الموضوع قتل بحثا اعلاميا بدرجه كبيره، ويعني ما بين راي مؤيد ومعارض، احنا ما مش في مجال في الاعلام لمحاكمه الاحكام. احنا ده حكم في سبيل للطعن عليه، قد يكون في عوار، وهو في عوار في الحكم في اسبابه، في طلبات طلبها الدفاع لم تستجب لها المحكمه، في ثغرات معينه في الحكم تستوجب الطعن، وده حدا بالمستشار النائب العام ان هو يتخذ هذا القرار. من جانبنا احنا برضو كذلك في عوار المفروض بنعمل الاجراءات المعقبه عليه، وخلينا نشوف الوقت والايام هتسهر عن ايه ان شاء الله. انا يعني على المستوى الشخصي انا متفائل، وانا مستبشر بخير يا استاذ شريف. نعم انا مستبشر بحضرتك خير. الله يخليك، الله يخليك يا استاذ بيه، شكرا. طيب يعني مش ممكن تكشف لنا ستار شويه عن بعض الثغرات اللي انت هتعتمد عليها في؟ لا ما معلش طيب يعني لا انا هحترم ده، هيبقى سابق لاوانه يا استاذ بيه، معلش. لا انا هحترم ده، وبرضو انت لازم تحتفظ باوراقك علشان يعني اظهارها ممكن يخلي الخصم يعني الموضوع اصله اثير اعلاميا بدرجه كبيره، واحنا حتى يعني هو ده يعتبر على فكره يعني انفراد لينا، ان ده اول اعتقد مداخله لحضرتك لقنوات فضائيه بعد التوكيل اللي منحته ليك سيده الكرم سعاد سيف. دي حقيقه، وانا كنت رافض التعامل تماما او التصريح الخاص مع اي جهه، يعني هو كل الوكالات والميديا تناقلت ان انا اللي توليت القضيه فقط، انما تمام. انا الحقيقه يعني ما عنديش. بنشكر حضرتك جدا على هذا التشريف اللي احنا اتشرفنا بوجودك كاول مداخله ليك بعد هذا التوقيت. ان شاء الله يبقى لنا لقاء بعد القضيه، لان يعني اي كلام في الموضوع دلوقتي هيبقى سابق لاوان. نعم انا بس عايز اوضح لحضرتك، يمكن هي حاجه شويه نفسيا، يعني انت مش معتمد بس فقط على أدلة وإثباتات في رد حق هذه السيدة الكريمة سعاد ثابت، ولكن أنت معك الله، لأن هذه السيدة لها حق، والله لا يقبل أبدا بالظلم. ربما يمنح وقتا لعدالة الأرض، لكن إذا رفضت عدالة الأرض أن تمنح العدل فيمنح الله من عنده. يعني الأمر شوية أنا عن نفسي أنا هتكلم عما يخصني أنا كشريف أديب. أنا مؤمن حقيقي، مؤمن، ودي نقطة مهمة، بعيدة عن القانون وبعيدة عن قانون العقوبات وقانون الإجراءات، بعيدة عن ما نتداوله يوميا في المحاكم. حقيقة أنا مؤمن جدا بالظلم اللي وقع على السيدة سعاد. حقيقة كنت متعاطف جدا، الموضوع ألمني على المستوى الشخصي، وده يمكن ده اللي حدا بيا للتصدي لهذا الموضوع. كلنا ممكن يكون جوانا آراء مختلفة، أنا أختلف عنك، أنت يبقى لك وجهة نظر، أنا يبقى لي وجهة نظر، إنما حينما يجتمع الجميع على الإحساس بالظلم اللي وقع على السيدة دي من الامتهان ومن الإساءة، أكيد هي حاجة مؤلمة جدا، أكيد هي حاجة مؤذية جدا، أكيد أي حد يقدر يعمل دور علشان يرفع الظلم ده، أكيد دي حاجة يعني هتبقى كويسة. عشان كده انا بقول ان شاء الله هيبقى لنا احاديث وهيبقى لنا حوارات وهيبقى لنا تعقيبات، ولكن بعد ان شاء الله ما يعني نكون اتخذنا من الاجراءات القانونيه والواجبات ما يوجب عمله. يعني انا متفق جدا مع حضرتك، وده هيبقى في القريب، واعتقد ان مصر بقى فيها عداله ناجزه،
واعتقد ان قضية على فكرة سيد لا كارما، يبدو طويلا الا انه هيظهر يعني. نعم قضية سيد نعم كارما قضية رأي عام، وملايين ملايين الناس يتمنوا رد حق هذه السيدة الكريمة، وما اعتقدش ان من الصالح للدولة ولا للقضاء المصري ان هو يؤجل ويؤجل ويؤجل اكثر من هذه المدة 4 سنين، وكنا نحن منتظرين فيكفي يعني. اتمنى ان شاء الله خلال شهور قليلة قادمة يتم الحكم الناجز والعاجل والعادل في هذه القضية، طبعا بمجهودك اللي أنا بستبشر بيه خير، وطبعا كرد اعتبار لهذه السيدة الكريمة التي قالت حقي عند ربنا، والكلمة دي قلنا مش هينة، حقها عند ربنا، يعني أمين ربنا هيرد حقها طبعا. سواء في الأرض أو في السماء. أشكرك جدا معالي المستشار، وإن شاء الله يكون أنا لنا شاكر يا مداخلة أستاذ بعد سيدي الحكم وسعيد بلقياك، وإن شاء الله إن شاء الله بعد القضية يبقى لنا حوار طويل إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا بالتالي بأكرر شكر لحضرتك لانفرادنا بظهورك الأول على شاشات الفضائيات للتحدث عن هذه القضية بعد توكيلك من قبل السيدة سعاد ثابت. شكرا جدا المستشار الله يخليك، القانوني شكرا، شريف ميرسي. أديب محامي سيدة الكرم سعاد ثابت. مش عايز أخرج برا المنيا، لأن في الحقيقة برضو خلال 3 أيام الماضية في متابعتي للشأن القبطي في مصر رصدت خبر للأسف أحزنني. هتقولوا إزاي برغم إن الخبر يعني محتواه يفرح، لكن هقول لكم ليه أحزنني. الخبر في حيثياته بيقول ان تم الافراج وتم اخلاء سبيل جميع المتهمين في قضيه البرشا اللي احنا كنا اتكلمنا عنها من شهر، وجبنا المحامي وثام الصفتي اللي هو كان محامي الاقباط المعتدى عليهم واللي اتاخدوا في الرجلين مع مسلمين 15 قبطي على 20 مسلم، واتحطوا في الحبس على خلفيه احداث البرشا. طب ايه احداث البرشا؟ الاعتداء على اقباط القريه وممتلكاتهم وحرق مزارعهم على خلفية اتهام قبطي بأنه هو أساء للإسلام عن طريق صفحته على السوشيال ميديا. قلنا حتى لو فرضا أن هذا الشخص الشاب هو الذي قام بهذه الجريمة الشنيعة على صفحته، برغم أن احنا بنشاهد كل يوم وكل لحظة آلاف وملايين، وأنا شخصيا بشهد آلاف وملايين الشتائم والإهانات والسباب في الديانة المسيحية، ولا أحد يتحرك، لكن ماشي حاسبوه هو، حاسبوه هو، ما تحاسبوش أهالي القرية، والجريمة يتحملها فرد ولا يتحملها طائفة. ذنب ايه الناس اللي اتحرقت بيوتها واتكسرت حاجتها وممتلكاتها؟ وبالتالي تم القبض على 20 متهما من المسلمين في قرية على خلفية هذه الأحداث، و15 قبطي من المعتدى عليهم، وتم تجديد ليهم 15 يوم على ذمة التحقيق قبل عيد الميلاد على طول، اسف قبل بدايه راس السنه على طول. والنهارده صدر حكم ببراءه جميع او الاخلاء سبيل جميع المتهمين، حيث اصدرت النيابه الكليه لنيابات جنوب المنيا برئاسه المستشار المحامي العام قرار باخلاء سبيل المتهمين في واقعه قريه البرشا، والتي تعلقت ببعض العبارات المسيئه عبر الفيسبوك، و يعني ادى الى حريق وحوادث اعتداءات على الممتلكات لاباط بالقريه، ولكن جاء إخلاء سبيل لجميع المتهمين كنوع من أنواع المساومة من وجهة نظري، وحتى إشعار آخر. يا ريت الحكومة تبطل هذه المساومة الرخيصة التي تحدث كل مرة. أشخاص معتدين يتقبضوا يتحاسبوا، لكن معتاد عليهم يتقبضوا عشان يتعمل مساومة الاثنين ويتم إخلاء سبيل الاثنين، وده نرضيه وده نرضيه، أمر غير مقبول تماما، ولا يحدث في أي دولة، لا يحدث في العالم أجمع غير في مصر، سياسة متبعة من عشرات السنوات ونحن الذين ندفع فاتورتها حتى الآن. أتمنى أن تعيد الدولة المصرية المحترمة صياغة هذه الإجراءات حتى لا يصيبها العوار أكثر من ذلك. إحنا وصل لنا كتير قوي طلبات وأسئلة حول المستجدات والأخبار الخاصة بشؤون الهجرة وقضايا اللجوء في أمريكا، بالذات بعد المستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة واللي طبعا بتجدد كل لحظة أو كل يوم. عندنا وده يعني أمر مثبت أو من رولز البرنامج، إن احنا كل شهر بنجيب استضافة لأحد المتخصصين في شؤون الهجرة وقضايا اللجوء عشان يعلمنا بآخر المستجدات وآخر القوانين المتغيرة والأمور التي يعني تستجد، علشان تبقوا أوير أو واصل لكم الأخبار أول بأول.
بيشرفنا يكون معنا أحد القامات القانونية الكبيرة في أمريكا للتحدث عن آخر هذه المستجدات، وهو المستشار القانوني الأستاذ محمد الشرنوبي، محامي شؤون الهجرة واللجوء لدى المحاكم الأمريكية. مساء الخير يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك، وشرف لي أكون معاك ومع مستمعينك ومشاهدينك. العفو، هو احنا النهارده بنتشرف بحضرتك لاول مره على شاشات قناه الحريه، لكن ان شاء الله مش هتكون اخر مره، لان إن حضرتك شاء لك الله. سمعه طيبه، والكثير والكثير من المصريين او العرب المقيمين في امريكا ولديهم امور خاصه بشؤون الهجره والجنسيه وقضايا اللجوء بيتابعوا حضرتك وبيهتموا جدا بالاخبار اللي انت بتقدمها يمكن شبه يومين على الصفحه العامه الخاصه بمكتبك. السؤال الاول يا استاذ محمد، ماذا عن آخر المستجدات حتى يومنا هذا التي قامت بها إدارة الهجرة والتي تخص شؤون المهاجرين عموما، سواء الحاصلين على الجرين كارد أو المقدمين على القضايا اللجوء بكل أشكاله أو كل أنواعه؟ هو طبعا أهم قرارين طلعوا، واحد من محكمة في واشنطن، محكمة فيدرالية في واشنطن، واحد من محكمة فيدرالية أخرى بكاليفورنيا، أوقفوا القرارات المتشددة التي كانت صادرة على قضايا اللجوء داخل أمريكا. وبالتالي كانت الإدارة اللي هي الإدارة الحالية حاول إن هي تحط قرارات أو نوع من أنواع التجديدات على اللجوء داخل أمريكا. المحكمتين أوقفوهم، وده يدل إن هو المحاكم ما زالت هي المرجع الأول والأخير لجميع المقدمين على اللجوء داخل امريكا. وبالتالي ده خبر حلو، منها ان هو الناس اللي عايشين في دول ثالثه او زي دبي او زي الكويت ومن حقهم برضو يقدموا على اللجوء، منها زي اللي هو اللجوء المبني على الختان وقضايا العنف المنزلي، ومنها طبعا الاضطهاد الديني. كل الكلام ده هيبقى من اسهل في خلال الاربع سنوات القادمه ان التقديم عليهم داخل امريكا. هل هذا الأمر مرتبط بتعيين بايدن رئيس للولايات المتحدة الأمريكية كما وعد أن هو هيهتم شوية بشؤون اللاجئين وسيمنع أو سيسقط الحكم الذي صدر على الدول الممنوع دخول أفرادها إلى الولايات المتحدة، ما غير ذلك من شؤون الهجرة اللي كان الناس كتير قوي شايفة أن هي تتغير إلى الأفضل في عهد بايدن؟ لا، هو القرارات دي قرارات محكمة المنظمات الإنسانية رفعتها في أيام ترامب، عشان كنا خايفين إن هو يتم تجديد أربع سنين تانيين لترامب، ونجحوا إن هم يوقفوا الطلبات دهية. طبعا منتظر يعني إن شاء الله الأسبوع الجاي هتبتدي تبقى فيه الإدارة الجديدة، منتظر خلال 3 أو 4 شهور الجايين تصدر قرارات أو يتم إلغاء جميع القرارات الرئاسية وتعديل بعض القرارات الإدارية التي صدرت من إدارة الهجرة الأمريكية. طيب، وهل حضرتك شايف ان هذه القرارات ستعمم على باقي الولايات الامريكيه ام ستحدد في هذه الولايات فقط، فيضطر الناس ان هم يقدموا في هذه الولايات اوراقهم اذا يعني تم ايقافها في الولايات الاخرى؟ لا، هو الحلو في شكرا لسؤال حضرتك، طبعا يوضح نقطه مهمه جدا. المحاكم دي لما اصدرتها نيشن وايد، يعني ما معناها في جميع الولايات، فيقدموا في اي ولايه سواء سيظل ينتفعون من قرارات المحاكم الحاليه. طب ده شيء ممتاز. إضافة لذلك يا أستاذ محمد، هل ترى أن الدول التي محظور دخول أفرادها إلى أمريكا سترفع عنها هذا الحظر، ولا الأمور ديت شوية هتاخد وقت؟ طبعا هو خلينا صراحة، الدول المرفوعة أنا ضد اللي يقول أنها مرفوعة عشان خاطر دين أو مش دين، هي محطوطة الحظر عشان الدول دي في حالة حرب، ومن صعب عليهم ان هم يتحالوا فعلا عن اصل الشخص اللي داخل، يعني كيمن كسوريا فيها فوضى. اللي تشيك باك جراوند، يعني لو حد داخل من عايزين يعرفوا هو شخص امن ولا منضم لمنظمات او اعمال ارهابيه في البلد بتاعته. بالظبط. على فكره النقطه دي يا استاذ محمد للاسف اوروبا تجاهلتها وهي بتحصد هذا الخطا، لان اوروبا لما عملت فتحت اللجوء للناس في سوريا والعراق فتحت بدون التشيك باك جراوند ديت، عشان النقطه دي مهمه قوي، الناس فاكره ان هي بسيطه وهي مهمه، وده خلى فعلا تنظيمات ارهابيه تتوغل بعناصر ليها داخل اوروبا، وده ولد احداث ارهابيه واعمال ارهاب واحداث تفجيريه في السويد وفي المانيا وفي فرنسا وفي ايطاليا، فامريكا مش عايزه تكرر نفس التجربه السيئه يعني. بالظبط. فان هو في نوع حاجتين،
سواء لما بيعملوا تشيك امني او ثلاث حاجات. اول حاجه، هل هو هذا فعلا مواطن يمني؟ هل هو فعلا مواطن سوري؟ هل هو فعلا مواطن ليبي؟ ثاني حاجه، هل هو عنده اي نوع من انواع الكريمنال ريكورد، يعني عنده جنايات، يعني قضايا جنائيه هو مجرم بطبعه او بالماضي بتاعه؟ ثالث حاجه، هل هو ارهابي ام لا؟ فهم الثلاث حاجات دي اوروبا تجاهلتها، فبالتالي بتحصد يعني نتيجة تجاهلها. الحمد لله الـ4 سنين اللي فاتوا أمريكا ما كانش فيها أعمال إرهابية، وده يدل إن القرارات، أنا طبعا مش مع أي رئيس ولا حاجة عشان ما حدش يفهمني غلط، ولكن في قرارات فعلا كانت صحيحة. فهنا لما يمسك بايدن، هل هيضرب بعرض الحائط هذه القرارات ويبتدي يحصد مشاكل تدخل أمريكا ولا لأ، ولا كانت مجرد وعود انتخابية زي ما احنا متعهد علينا، او يشيل دولة ويخلي دولة؟ هيبان طبعا ان القرارات مش سهلة، الامن الوطني الامريكي هو الاهم من اي حاجة تانية، وبعد كده طبعا البلد ذات نفسها في حالة اقتصادية وركود، فهل هيفتح الفيز كلها ويدخل الناس ويدخل يرفع ارقام الريفوجي من دلوقتي 15,000 ل 130,000 زي ما كانت قبل تولي الرئيس ترامب؟ كل ده متوقع نشوفه في خلال الأشهر القادمة. طيب، ممكن نتكلم شوية في موضوع مهم جدا بيشغل اهتمام ناس كتير قوي، قضايا اللجوء أو الأسايلم كيس، لأن في ناس كتير قوي متوقفة حالها على المواعيد، المقابلات اللي بتتأخر وبتتأجل بسبب أزمة الجائحة الفيروسية كورونا. فهل في أي نظام اتبعته إدارة الهجرة الأمريكية في المقابلات، ويعني التشغيل تاني بقى للمقابلات اللي توقفت خلال فترة طويلة قوي، ربما ما اقترب من عام، وده أخر مواعيد كتير قوي وأخر حال ناس كتير قوي؟ هل في أي مستجدات خاصة بالمقابلات من هو قبل إدارة الهجرة؟ ابتدوا يعملوا المقابلات عن طريق الايباد، يعني الافسر يكون في مكتب والمحامي والموكل بتاعه يكون في مكتب والمترجم على التليفون، فبالتالي ابتدوا يشتغلوا. كاليفورنيا شايفين فيها شغل جامد، شيكاغو هنا اشتغلت عندنا، المحاكم نفس الحكايه ده، دي بيحاولوا يعملوا نظام برضه ويب سايت بحيث يعملوا الجلسات على الويب. كمان المحاكم اصدرت قرارات، اول حاجه عملت ان هي المحامي بس، الاول كنت عشان اعمل القضيه على التليفون كنت لازم اقدم عريضه واطلب فيها السماح والاسباب وكده، دلوقتي المحاكم قالت لك ارفع السماح يقول انا عاوزها على التليفون، هنعملها له على التليفون على طول. فكل دي تسهيلات ان هم يخلوا الجلسات تتسرع، يخلوا المقابلات تتسرع. كمان عملوا حاجه حلوه قوي، ان هم مش لازم تروح المحكمه، هو لما بيحصل الراجل يخش المحكمه هيبعتوا لنا احنا عاوزين يوم كذا ترد لنا على نمره 1 2، ترد على الطلبات 3، تقدم الطلبات بتاريخ كذا واحنا هنقدم لك على طول الجلسه النهائيه. فبدل ما كان الموكل بيروح مع المحامي 3 4 جلسات، ممكن ينتهي بيه الامر ان يروح مره واحده جلسة. بس، وده هيوفر ايام عديده للقضاه انهم يحطوا قضايا تانية بحيث ان تمشي المساله باسرع من مكان. طيب كويس. الناس برضو بتسأل يا أستاذ محمد على الأوراق الخاصة بالمعيشة في أمريكا، يعني مثلا زي الورك بيرميت أو السوشيال سيكيورتي. مكاتب السوشيال سيكيورتي معظمها مقفول، أنا طبعا بتكلم عن ولاية كاليفورنيا، ما أعرفش بقية الولايات الوضع فيها إيه. الورك بيرميت اللي المفروض الناس بيجي لهم بتأخر، في ناس أعرفهم بيتأخر عندهم بـ6 شهور وبالسنة عن ميعاده وبيبقى اكسبايرد، فبالتالي ما عندهمش حقية إن هم يعملوا لأن معهمش ورك بيرميت فاليد. فايه الحلول للناس ديت؟ يعني هل الناس دي في انتظار رحمه من مكاتب الهجره او شؤون الهجره في تسريع الاوراق وطلبات اللي قدموها من شهور، ولا يقدموا تاني، ولا ايه الحلول عشان الناس دي تحصل على اوراقها تحديدا الورك بيرميت والسوشيال سيكيورتي؟ هو انا حاسس ان الناس ما عندهاش ابديت باخر القرارات اللي عملتها اداره الهجره. طب يا ريت نعرف اخر الابديتس اللي حضرتك تعرفها. بالنسبه لتصريح العمل، قال لك تصريح العمل ممكن بعد ما كنت ممكن تقدم عليه قبل ما ينتهي بـ6 أشهر، ممكن تقدم عليه قبل ما ينتهي بـ6 أشهر، يعني زودوا، يعني لو التصريح العمل بتاعك هيخلص في شهر 6 تقدم عليه في شهر 1 بدل ما كنت بتقدم عليه في شهر 3. دي أول حاجة عملوها. تاني حاجة، الريسيت بيجي لك بيقول لك تم تجديد تصريح العمل 6 أشهر من يوم انتهائه، فيبقى أنا هقدم في شهر 1 بدل ما شهر 3 سنة. ومن شهر 6 يمدولي سنة، يبقى أنا في السيف سايد 100%. السنة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها هم عالجوها بالطريقة دي عشان فعلا حسوا
ان هم موقفين. المحامي ممكن يطلب وهو بيقدم ان السوشيال سكيورتي يجي مع تصريح العمل، وبالتالي بنشوف دلوقتي الموكلين بتوعنا بيجي لهم تصريح العمل مع السوشيال سكيورتي عشان ما يروحوش هم يقدموا على السوشيال سكيورتي، والسوشيال سكيورتي ممكن تقدم عليه برضه اونلاين او ممكن انت تروح احد مكاتب السوشيال سكيورتي. طيب ده تقدم عليه اونلاين كفيرست تايم ولا كسكند تايم او مثلا يعني فيرست تايم رينيوال؟ وبنطلب دلوقتي ان هم يبعتوا لنا السوشيال سكيورتي على المكتب عندنا. احنا عندنا في المكتب بنخلي الورك اوثرايزيشن يجي علينا ومعاه السوشيال سكيورتي عشان لو ممكن نقل او عشان نضمن انه ما يضيعش. طيب وهل نفس القواعد دي منطبقه على الناس اللي بتقدم على جرين كارد ان هم يقدموا قبل الجرين بست شهور ولا بمده؟ لا في نوعين، الجرين كارد الاكسبايرد من حقك تقدم عليه قبليها بست اشهر، ولكن لو انت ريفيجي او اسايلم وهتقدم على جرين كارد اول مره ما ينفعش تقدم غير بعد مرور سنه بالكامل من وجودك في امريكا. بس بتقدم عليه قبل ميعاده بقى بقد ايه؟ بست شهور برضه؟ لا ممنوع تقدم عليه غير لما السنه تعدي بالكامل. ماشي، بعد السنه دي ما تعدت انا اقصد تقدم عليه يعني ساعتها، يعني تاني يوم بعد السنه 365 تقدم 366. طب شيء كويس. الجنسية برضو، المقابلات الجنسية اللي شوية اتأخرت خلال الفترة الماضية، أنا بحاول ألم كل القضايا بشكل سريع شوية لحد ما حضرتك تبقى تشرفنا في مرة عندنا في القناة ونتكلم فيها بالتفصيل. إن شاء الله. أنا بس عشان ما يجيش السادة المشاهدين بعد كده يقولوا لي أنت غضتش وما اهتمتش، لا يعني إحنا بنحاول بشكل مختصر نغطي شوية أسئلة وبعد كده إن شاء الله لما نستضيف حضرتك في لقاء نتكلم بالتفصيل. لكن الناس اللي بتتكلم في تأخير مواعيد الجنسية، المقابلات بتاعت الجنسيه والفينجر برينت، فدي برضو يعني ايه حلولها؟ الجنسيه في قرار بيقول لحضرتك انت يوم ما تستحق الجنسيه ليك 4 شهور 120 يوم وممكن ترفع قضيه على الحكومه. فمن حقك انك انت تطلب بعد مرور الاربع اشهر، طبعا ما نستعملهاش ايام الكوفيد عشان خاطر الظروف والحكومه عندها اعذار، ولكن بعد ما يعني مشكله الكوفيد دي تخلص من حقك انك تقدم. في مكاتب بتطول وفي مكاتب، يعني عندي مثلا هيوستن بتاخد لها سنه وثلاث اشهر، هنا في ميشيغان بتاخد لها من ثلاث اشهر لست اشهر. هنا ساعتها ممكن الشخص ممكن ينقل بقى ولايه ثانيه لو هو ناوي ان هو يقدم على الجنسيه، ولكن برضه ما زال عنده الحق ان يقوم برفع دعوه قضائيه ويطلب الفصل في الجنسيه. طيب كويس. سؤالي الأخير لحضرتك وشوية هو في غاية الأهمية لأنه بيشغل بال ربما 90% من المهاجرين لأمريكا حديثا، وهو كان الرئيس ترامب خلال فترة حكمه نبه أن أي حد يحصل على مساعدات زي الفود ستامب أو الكاش إيد أو الميديكال بدون وجه حق أو بشكل أو بآخر يعني هيتمنع عنه الجرين كارد أو يمنع عنه تقديم للجنسية الأمريكية، وشويه كان القرار ده جاحف وده ولد خطوره عند ناس كتيره قوي لدرجه ان في ناس بدات تستغني فعلا عن حاجات هي تسبب اهتمام ليهم زي الميديكال او الفوت ستامب في قصاد ان هم يحتفظوا بعدم المخاطره بالجرين او بالجنسيه. الان الوضع الخاص بالاعانات الحكوميه في ظل جائحه كورونا ان كان من خلال الان امبلويمنت بنفيتس او من خلال الشيك الدائم اللي هو كان 1200 او 600، ده في ناس ما زالت متخوفه منه، متخوفه ان هي تقدم او تحصل على هذه الاعانات علشان ده ما ياثرش بشكل او باخر على حصولهم على الجرين او جنسيه، فهل الكلام ده مظبوط ولا هذه التخوفات وهميه؟ اوكي، خليني معلش حضرتك لو هتديني بس دقيقتين اشرح في القاعده ديت عشان الناس فعلا في يعني رعب وفزع من عدم الفهم للقاعده. اول حاجه مين اللي ينطبق عليه القاعده دهيت اللي هي البابليك شارج؟ بتنطبق على الناس اللي هيقدموا على الجرين كارد. يعني انت لو عندك جرين كارد ما تفكرش فيها، لا تنطبق عليك. أوكي. لو انت عندك جرين كارد وهتقدم على الجنسيه لا تنطبق عليك. طب تنطبق على مين؟ الناس اللي هيقدموا على الجرين كارد المقدمين لجوء؟ لا، مش هتنطبق على الناس اللي مقدمين لجوء اللي بيقدموا على الجرين كارد. يبقى احنا كده طلعنا تقريبا 70% من المستمعين ومشاهدين حضرتك اللي هم اول حاجه اللي عندهم جرين كارد ما يخافوش، اللي هيقدموا على الجنسيه عشان عندهم جرين كارد ما يخافوش منها خالص ولا يفكروا فيها. ثالث حاجه الناس المقدمين على اللجوء واخدوه هيقدموا على الجرين كارد برضه لا ينطبق عليهم. الله، ما هينطبق على مين يا استاذ محمد؟ هينطبق على الناس اللي هيقدموا عن جرين كارد عن طريق الزواج والامبلويمنت بس. والاسايلم
لا الناس اللي هي في المرحلة في انتظار المقابلة. لو انت حتى في انتظار المقابله مش هينطبق عليك، طالما انت هتفضل في مشوار الاسايلم وهتاخد الجرين كارت بتاعك عن طريق الاسايلم مش هينطبق عليك، لكن لو انت شاب مقدم اسايلم كويس ونويت ان انت تتجوز وتعمل ورق عن طريق الجواز هنا هينطبق عليك. طيب لكن كويس. لو انت قلت اتفضل يا فندم. لا ده كويس قوي توضيح، لو عايز تكمل اتفضل طبعا من حقك. اه لكن لو انت all the way asylum يبقى تاني، يبقى كل مقدمي اللجوء او الجايين ريفيجي من خارج امريكا لن ينطبق عليهم هذا القرار، شلناهم. الاطفال تحت ال 18 سنه لن ينطبق عليهم هذا القرار، شلناهم. اللي معاهم جرين كارت حاليا لن ينطبق عليهم هذا القرار. اللي هيقدم على الجنسيه عشان معاه جرين كارت اوريدي مش هينطبق عليه كويس، هذا ده القرار. هيسعد ناس كتير قوي، هيشيل التخوفات من عندهم. انا الحقيقه بالظبط، هما الناس كتير جدا، انا عارف كويس جدا كتر خير حضرتك ان فعلا فعلا ناس كتيره جدا عندها فزع وهلع ومش فاهمين اصل القرار ده ايه. هو مش عاوز يدي جرين كارت لشخص هيبقى عبء على المجتمع في المستقبل، لكن ما قالش ولا ريفيجي ولا اسايلم ولا لو عدى جرين كارت اوريدي. طب ده شيء كويس. انا الحقيقه في المجمل بشكر جدا حضرتك لهذه التوضيحات الهامه يا استاذ محمد، على ان نلتقي بك في شاشات او في استديوهات قناه الحريه في القريب، واتمنى ان شاء الله يكون هذه التوضيحات ارضت استفسارات العديد من المشاهدين، لان الموضوع يزيد اهتمام ليهم بالذات في الفتره الاخيره الخاصه بالاوضاع اللي ما زالت مستمره عن جائحه كورونا، والناس كتير حالها وقف او ساعتها قلت في الشغل او فعايزين يعني يشوفوا بشكل او باخر unemployment benefits الموجوده واللي بتمنح للعديد، وهم خايفين في نفس الوقت ان هذا يؤثر على اوراقهم او اقامتهم في امريكا. في العموم بشكر جدا حضرتك الاستاذ المستشار القانوني محمد الشرنوبي، محامي شؤون الهجرة وقضايا اللجوء والتجنيس بمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جدا لحضرتك. شكرا بك يا فندم، أهلا وسهلا، مع السلامة. حابب أشير لقضية هامة جدا كنت تحدثت عليها من فترة من شهور قليلة، والحقيقة ما زالت هذه الأزمة موجودة. شابين، مش عايز أقول طفلين لكن هم ما بقوش رجالة حتى، يعني في مرحلة الشباب المبكر جدا، اتقبض عليهم بشكل في صدفة وهم راجعين من عزا من قبل الجهات الأمنية في مصر في مظاهرات سبتمبر الماضي، وحتى الآن برغم أن احنا نادينا وطالبنا أكثر من مرة في الإفراج عنهم لكن لم تستمع لنا هذه الأذان، فبنبدأ النهاردة برضو تاني نرن الأجراز. هؤلاء أبرياء شابين قبطيين، واحد اسمه كرولوس والتاني اسمه فادي، كرولوس عطية وفادي ميخائيل، يوم 20/9 الماضي. في اليوم ده كان في مظاهرات في مصر، كان يوم جمعة، وهم كانوا في حالة عزة وراجعين متأخرين من البيت، وقفتهم دورية أمنية وتم للأسف القبض عليهم واعتقالهم منذ هذا الحين. النهاردة أسرتهم والدهم والدتهم في غاية المأساة لعدم معرفة مصير هؤلاء الشباب، وبيطالبوا الجهات المسؤولة في الدولة بالإفراج عنهم، أولا لكونهم شباب صغيرين، تاني حاجة هم أباط وليسوا إرهابيين، وتالت حاجة اتقبض عليهم بشكل غير قانوني، لا بتصريحات نيابة ولا باستدعاء ولا بتحقيقات ولا بأي حاجة، فبالتالي هم قانونيا مش وجودهم في المحبس سواء أو المعتقل قانوني. فإحنا الحقيقة لازم نطلق طلب للدولة المصرية بقيادتها بأجهزتها في البحث عن الاثنين شباب دول والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن، لعدم إحساس الظلم وشعور القمع الذي لدى كثيرين في مصر أن يستمر. لو أفرجنا عنهم هنلاقي في بركة أمل، هنتكلم بعد كده عن رامي كامل، هنتكلم بعد كده عن جيرجس بارومي، هنتكلم بعد كده عن العديد والعديد من المحبوسين ظلم في السجون المصرية. خبر الحقيقة أخير حابب أشير لي لأنه أسعدني كثيرا، أرسل لي أبونا أرمية فهمي وكيل مطرانية بورسعيد بعض الصور الحصرية الخاصة بشفاء نيافة الأنبا تدرس مطران بورسعيد من فيروس كورونا. أنبا تدرس كان خاض تجربة الإصابة بالفيروس من حوالي أسابيع قليلة، ثم مستشفى أم النور ببورسعيد استضافته في حالة عزل طبي، وكان هناك كرسي علاجي مكثف لنيافته لكبر سنه،
وحالته الصحيه، ونشكر ربنا يعني عنايه السماء اتت اليه بالشفاء العاجل خلال اسابيع قليله من فيروس كورونا، وخرج سيدنا بخير من هذه المستشفى وعاد الى مقر. النهارده عايز الحقيقه اشير لشخص انا الحقيقه باخده مثل اعلى ليا في العمل الحقوقي، مارتن لوثر كينج. مارتن لوثر كينج الشاب الاسمر او ذو البشره السمراء الذي اتى للسود في امريكا بحقوقهم في الستينات من القرن الماضي. تحتفل امريكا هذه الايام وبتمنح يوم الاثنين القادم اجازه حكوميه للعاملين في القطاع الحكومي وربما بعض القطاعات الخاصه في الذكرى السنويه او تذكار وفاه، انا بسميها استشهاد، البطل الثوري المناضل السلمي مارتن لوثر كينج. بعد الحقيقه يعني خدوا معركه سلميه للحفاظ على حق السود في المعيشه وتحررهم الفعلي، وليس التحرير الورقي الذي امضى ابراهام لينكولن في منع العبوديه في امريكا. كان هناك ما زال النفوس يعني تحمل ناحيه السود شكل من اشكال الدرجه الثانيه او الدونويه، ولكن اتى مارتن لوثر كينج وبدا ياخد مكاسب سياسيه واوضاع اجتماعيه افضل، حتى اتى رئيس امريكي ببشره سوداء سواء متفقين او مختلفين معاه في السياسه، لكن حتى اتى رئيس امريكي ببشره سوداء لكي يحظى السود في امريكا بالحريه الكامله ويصلوا الى اعلى المناصب وسده الحكم في امريكا. يعني ده حد بحد ذاته امر مش هين، نواب، رؤساء امريكيين، رؤساء وزراء، رؤساء خارجيه امريكيين ذو بشره سوداء، وايضا لدى الحكومه والبيت الابيض حتى هذا الوقت، وما سيكون من ابناء البشره السوداء. وتعترف امريكا انها ليست دوله عنصريه او دوله انفصال طائفي او عرقي. توفى مارتن لوثر كينج سنه 1968، والذي ناضل من اجل حقوق الافارقه والامريكان وانهاء العنصريه ضدهم. بدا نضال كينج عقب واقعه رفض فتاه سمراء اسمها روزا باركس خلال في اخلاء مقعدها لراكب ابيض في احد الحافلات المتنقله في الستينات من القرن الماضي، والقي القبض عليها بعد ذلك لمجرد ان هي رفضت ان تخلي المكان لراكب ذو بشره بيضاء. بدا بالنداء للمقاطعه لشركات الحافلات المتنقله وامتد عاما كاملا، وده اثر على ايرادات الشركه، وكان الافارقه يمثلون في هذه المنطقه 70% من سكان، وبالتالي اعتذرت بعد عام هذه الشركة عن هذا التصرف الذي كان مخل بالمساواة والعدالة. للأسف أختيل مارتن لوثر كينج سنة 1968 على يد أمريكي أبيض أطلق عليه الرصاص قبل أن يخطب في أنصاره بلحظات قليلة. وبعد أسبوع من اغتيال لوثر كينج وقع رئيس جونسون قانون الحقوق المدنية التي تضمن المساواة بين الأعراق والألوان والأجناس في المجتمع الأمريكي. كان مارتن لوثر كينج صاحب مقولة شهيرة جدا، I have a dream، أنا لدي حلم. وكان حلم مارتن لوثر أن يحصل الجميع على المساواة والعدالة الاجتماعية، وقد تحقق ذلك فعلا. حتى لما جت أحداث جورج فلويد العديد والعديد من الأمريكان ذو البشرة البيضاء تعاطفوا معه على أثر أيضا هذا القانون الذي وقعه جونسون بحقية الجميع من الأعراق والأجناس والألوان المختلفة بالحياة الكريمة داخل المجتمع الأمريكي. أختم معكم هذه الحلقة بتهنئة شخصية وباسمي وباسم قناة الحرية للسادة النواب الجدد في البرلمان المصري والذين ألقوا حلف اليمين داخل أروقة مجلس النواب منذ أيام قليلة، ولكن الحقيقة ليا من بينهم أشخاص يعني أصدقاء وأعزاء جدا علي، أحب أن أرسل لهم هذه التهنئة الخاصة. في البداية طبعا السيدة الكريمة الدكتورة دينا عبد الكريم الإعلامية المعروفة، والتي تشرفنا بها أن تكون أحد الإعلاميين على شاشة قناة الحرية في سنوات البداية للقناة. النهارده دينا بتقلد كنائبه لمجلس النواب
في البرلمان المصري، وهي واجهة مشرفة جدا لينا. أيضا الزميل وصديق المحبوب عماد خليل، الصحفي ومدير الإعداد بالقنوات، عديد من القنوات الفضائية. والحقيقة ما لا يعلمه أحد أن عماد خليل بيمدني بالكثير والكثير من المعلومات والأرقام، وبيسبورت ليا في العديد من الأخبار اللي بنعرضها لحضراتكم على شاشة قناة الحرية. ولذلك الحقيقة أنا سعيد أن أرسل له التهنئة ب تعيينه عضو مجلس النواب في البرلمان المصري. أيضا الدكتور المحترم فريد البياضي ابن الدكتور صفة البياضي، رئيس الطائفة الإنجليزية الأسبق. والحقيقة أيضا الدكتور فريدي من بلدي، يعني من منطقتي، وأنا أعتز جدا بصداقته، وأيضا يعني أستبشر بخير أن يكون ممثل جيد لنا في مجلس النواب. الأستاذ وجيه ظريف في الإسكندرية أيضا صديق وله كامل الاحترام، ونتمنى له التوفيق والسداد. والزميلة الشابة المحترمة مرثا محروس، هي الحقيقة وجه جديد في الساحة السياسية، ولكن أيضا نستبشر بها خير أن تكون سندا وعونا لمن ليس له سند أو عون. وأيضا أختم بشاب جميل الحقيقة، يعني استغربت من سنه أن هو يعتبر أصغر شاب دخل أروقة مجلس النواب، وهو الأستاذ أمنوب عزت. ده يعتبر أصغر عضو مجلس نواب في تاريخ البرلمان المصري، ويبلغ عمره 25 عاما. نجح على المقعد الفردي عن دائرة الساحل ممثلا لحزب مستقبل وطن، وهو أيضا مدير لأحد شركات الاستيراد والتصدير المحاصيل الزراعية والغلال. الحقيقة أنا برضو شايف أن يعني هذا الشاب الرائع المحترم سيكون واجهة مشرفة لنا جميعا في البرلمان المصري. نتمنى لهم ولغيرهم من الأصدقاء والزملاء والأعضاء النواب بمجلس النواب المصري والبرلمان المصري كامل السداد والتوفيق في توصيل صوت المصريين والشعب المصري إلى الحكومة المصرية، وأيضا التميز في الأداء وفي الإصدار للقوانين والتشريعات التي تحفظ حق المصري الكريم العيشة الكريمة داخل المجتمع المصري. أشكركم جدا لمتابعة حلقة النهاردة، وأعيد عليكم في هذه الأيام بعيد الختان المقدس، وأيضا سنعيد عليكم إن شاء الله في القريب بعيد الغطاس المجيد. دمتم فخيرا، وفي النهاية أرسل إليكم كامل التحية والسلام، سلاما لأهل القبط وسلاما لأهل مصر.